مساء الخير. أنا قضيت عمري كله أستاذ مدرسة للصفوف الابتدائية، وكان عندي بالصفوف اللي عم درسها تلاميذ موهوبين، حرصت كل الحرص على تشجيعهم وأبراز مواهبهم لدى المسؤولين كي تنفسح أمامهم فرص المتابعة. برافو عليك يا سامر، برافو عليك، أحسنت، يسلموا هالأنامل حبيبي. أستاذ أديب، شلون قدر سامر يعزف المعزوفة الصعبة؟ الحق معك، المعزوفة صعبة، بس سامر بيتمتع بحس موسيقي فطري عالي وبيحب يتعلم العزف على المقطوعات الصعبة. طيب أستاذ أديب، في حدا من أسرته له اهتمام بالموسيقى أو بيعزف على آلة معينة؟ أبداً، بس سبحان الله سامر شخص استثنائي بعيلته، وبالإضافة إلى كونه هادئ ورومانسي وبيحب الطبيعة، بدليل أنه بالرحلات اللي بناخدهن عليها بينفرد بنفسه بين الأشجار وبيسألني عن أصوات الطيور المختلفة. شكراً كتير كتير إلك أستاذ أديب، وشكراً للطفل سامر نشواتي. نطلب من الجمهور انه يتصلوا فينا لنعطي سامر العلامه يلي بيستحقها. وهلا اعزائي المشاهدين، بدنا ننتقل للموهبه الثانيه بحلقه اليوم مع الطفل فادي العلبي. ومنحب ننوه للساده المشاهدين انه فادي هوايته الاختراع. مرحبا فادي. اهلين فادي، شو هو الاختراع يلي الدكتور جينا يا اليوم؟ رجل آلي. برافو عليك، وهلا هو موجود معك؟ نعم. طيب حبيبي فينا نشوفه؟ حاضر. يلا تفضل. استاذ اديب، كيف اكتشفت موهبه الاختراع عند فادي؟ الحقيقه اكتشفت هالشي بدرس الاشغال والاعمال الفنيه، واول شغله ابتدعها وكانت من بنات افكاره هي عباره عن غرفه صفره وكراسي وكلياتها مؤلفه من عواد كبريت ولاصق، ويمكن استهلك فيها اكثر من 2000 عود كبريت. بعدين اخترع قطار من علب الكولا وعمل السكة من العلاقات يلي بيستعملها الكوة بالمصبغة. عظيم. يلا يا فادي ورجينا اختراعك برافو 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 عليك يا فادي. فادي، هالاختراع هذا من شغلك؟ نعم عن صح. برافو عليك. طيب حبيبي، منين جبت المواد يلي صنعته منها؟ الميتور جبته من لعبة سيارة قديمة كانت عندي، الجسم علبة كرتون، جهاز التحسس أخذته من تلفزيون خربان. يعني حبيبي ما حدا ساعدك بنوب؟ بلا، كنت أسأل الأستاذ أديب واستعير من عنده كتب علمية. برافو عليك يا فادي ويعطيك ألف عافية. وهلأ أعزائي المشاهدين، بتمنى أنه تتصلوا فينا لحتى نعطي فادي العلامة المناسبة. شو بتحب تطلع لما بدك تكبر يا فادي؟ مصمم مركبات فضائية. برافو عليك، أصلاً كل النابغين بدوا بدايات مشابهة لبدايتك، وإن شاء الله يا ربي بيتحقق حلمك وبتنال الرعاية الكافية. أستاذ أديب، شو رأيك باختراع فادي؟ هو الحقيقة ما بإمكاننا نقول عنه اختراع، ممكن نقول عنه اجتهاد، ابتكار، اكتشاف، وهالشي طبعا بدل على جدية التفكير المبدع والانغماس في الاستقصاء والمحاكاة وربط الأشياء ببعضها. يعني مو قليل أبدا طفل بعمر فادي يفكر انه ياخد موتور من لعبة سيارة، الكنترول من تلفزيون خربان، الجسم من علبة كرتون، وهالشي بدل على مخ نظيف متعطش للمعرفة مغرم بإحداث الجديد، ويستحق منا جميعا الرعاية والاهتمام. أعزائي المشاهدين، بنشكر الطفل فادي العلبي على اختراعه. مبارد لو سمحت. قلي أديب، شو هي الخبرية الحلوة اللي بدك تقلي إياها؟ والله يا رباب ما بعرف إذا كانت خبرية حلوة ولا لا، بس الحقيقة أنا ناطر تحقيقها من زمان. أديب هلأ بلا مقدمات، قلي نطفت اللي قلبي. يا ستي باختصار، اليوم اجتني موافقة المدرسة الإماراتية على تعييني مدير الثانوية الخاصة بدبي ومستشار تربوي بالوزارة.
بالله عم تحكي جد؟ ايه طبعا، وبعتوا لي الفيزا كمان. وان شاء الله الراتب محرز. مو بس محرز، ممتاز، وخصصوا لي السكن اول وسياره موديل سنتر. هيك ها، والله لو صحت لجدي ما مات. يعني ما بستاهل شخص بعمري وخبرتي ما بيطلع له الدلال شوي؟ والله يا عمي انت اللي بيطلع لك. بس معقول تعزمني على عصير ليمون بس بهالمناسبه؟ اخسى عليك. ولا يهمك، هي فتح شهيه بس، وإلك مني بمجرد ما اقبض اول راتب هنيك اني اشري لك هديه محرزه تليق بمقامك. هيك ها، هيك بدي اياك. وانت السفر يعني شي شغله 10 ايام بس. وضليت بالخليج 20 سنه، وكل سنه كنت اقول لحالي هالسنه اخر سنه ومستحيل جدد عقدي مره ثانيه، كفاها الله. يعني عمله وصمدت، بيت واشتريت، غربه وتغربت. بس ما بعرف شلون سرقني العمر هنيك، وبصراحه هن تعمشقوا فيني وحبوني كثير، وانا دبقت فيهم وحبيتهم كمان. بس يا اخي الواحد بالنهايه ما له غنى عن وطنه ابدا. سحاب شايفه هالصوره هاي؟ هي اخذناها جنب بيتنا بدبي. هاد بيت قولي فيلا بتجنن، بتاخذ العقل. شوفي هالجنينه ما احلاها، الله وكيلك بيلعب فيها خيا. قولي لي رباب، فيها مصباح؟ فيها مصباح وشلال. يعني احلى من بيتكم هاد، مع اني انا كثير بحبه هاد البيت. يعني بدك تقولي تقريبا نفس الاناقه. الله يسامحكم، بس انتم ما لقيتوا تنتقلوا على البيت الجديد غير لما خلصت زيارتي لكم. إيه انت الحق عليكي، قلنا لك خليكي عنا شهرين ثانيات، ما رضيتي، مع انه لا وراكي ولا قدامك. شايف يا صهري شايف؟ شو بدي اعمل، نصيبي هيك. شايفه شايفه هاي الصوره؟ هي اخذناها جنب برج العرب، شايفه شو كبير؟ قولي برج العرب زرته معكم وبعرفه شبر شبر. ليش داحش هاي الصوره القديمه هون؟ انا صوره؟ صورتك انت والتلاميذ تبعاتك. هاتي لشوف. اسأل الله، اسأل الله على ديك الأيام شو كانت حلوة. ليش شو هاي الصورة؟ صورة ببرنامج تلفزيوني قديم قبل ما نسافر لدبي مع أطفال نوابغ ببرنامج المتميزون. يا ترى شو أخبارهم؟ وين صاروا؟ الله بيعلم. هاي الصورة وين متصورينها؟ هاي بالعين بحدائق الهيل. يا الله شو هي؟ شوفي هاي على البحر كنا. هذا كله بعد ما أجيت من هنيك؟ كله بعد ما أجيتي. شوف هاي سيارتنا، آخر سيارة كانت عندنا. آخر موديل حلو كتير. شايفه؟ هاي الصورة. تفضل أستاذ، وهي سند الإقامة. بس بدي منك رقم تليفونك بالبيت إذا ممكن. إيه على عيني وراسي. يا سيدي وهي كرتي، تفضل. تشكر يا أستاذ أديب، تشكر. مختار بدي أسألك. تفضل. كان عندي من 20 سنة تلاميذ بعرف أسمائهم، بس ما بعرف إذا كان لساتهم ساكنين بعناوينهم القديمة. بقى ممكن أعرف عناوينهم مختار؟ شو أسمائهم؟ هي أساميهم مكتوبين بهالورقة. تكرم عينك، راح أدور لك على عناوينهم، والحمد لله على سلامتك وبتأمر أمرك. قديش حسابي يا فادي؟ شو أخذت عيوني؟ 3 كيلو بطاطا، 3 كيلو بتنجان، 3 كيلو خيار، وكيلو بيض. 385. أوف، شلون حسبتهم بهالسرعة؟ تفضل احسبيهم إذا بتريد. صدقتك عم بتزحمى. يسلموا هديات، وهي 100 وهي 10 وقت. الله معك. شرفتي عيوني. إيه فادي. إيه حبيبي. قديش حسابي؟ شو أخذت حبيبي؟ أخذت 3 كيلو بطاطا وكيلين باذنجان والثومات وربطة معكرونة وعلبة حليب وست أناني عصير وعلبة شاي حسيب 610 ليرة. دخلة 752 ضرب 635 قد إيه؟ 477,520. اللهم صل على النبي. شرف. الله يسلمك إياه. السلام عليكم. العشر ليرات حبيبي. على راسي. لا تواخذنا. يلا معوضين. شرف شرف. يسلموا قد إياه؟ 744,635. ايه فادي، كيفك؟ اهلين عيوني. لك ماما قديش صار حسابنا عندك؟ حسابكم انتو 2320. امور استاذ، تريد شي؟ لا حبيبي، سلامتك. اخي يا مستعجل شوي، تاخرنا. يلا يلا طول بالك. بعيد البيت من هون؟ لا لا مو بعيد، هيك بالحاره الثانيه.
طيب طالما البلوعه مصطومه ليش ما بتخليني اخذ الراسور تبع البلاليع؟ لك يا حبيبي هلا مو هم البلوعه، هلا هم البدايه اللي عم تسرب، يمكن في عطل بالانابيب. ولا يهمك بنحله. شرف شرف. دير بالك على المحل ما بطول. مرحبا. اهلا وسهلا يا اهلين. تفضل تفضل ما بطول. شرف. في شيء غير البلوعه؟ ما في شيء. مرحبا يا أخ. أهلين وسهلين. أمور؟ ما يأمر عليك ظالم، أنا الأستاذ أديب الحمزاوي. والسبع تنعام. أمور؟ من فضلك، مو هم بيت الآنسة يارا الحصباني؟ الآنسة؟ بلا هون. حضرتك أخوها؟ لا جوزة. أمور؟ لح بس يا ولد، أنت ويا بلا عفرة تضرب منك إلو على هالموديل. عفوا يا أخ، أنا كنت أستاذ يارا بالمدرسة من 20 سنة. يا ميت أهلا وسهلا. والسبع تنعام. أهلا وسهلا يا أم الصيف. تعي شوفي مين إجانا. شو بتشتغل حضرتك؟ لحام. عندي ملحمة عجل براس الحارة. أستاذ أدير، شلونك يارا؟ الحمد لله بخير. تفضل أستاذ، تفضل شرفنا. لا والله مستعجل، بس حبيت أسأل عن أخبارك وأخبار الرسم معك، لأني كنت مسافر بهالمدة طويلة. أسأل الله يا أستاذ، أسأل الله على هديك الأيام. يعني معتي رسمتي؟ أنو رسم هاد؟ الله وكيلها خليتها تجيب 5 أولاد نسوها صورة وشها. الرسم قال. تفضل أستاذ، شرف فنجان قهوة. أنت إلك أفضال علينا كتير، ما حلو هيك من على الباب. شكراً مصطفى، مرة تانية إن شاء الله، لا تأخذونا على الإزعاج. الله معك أستاذ. أستاذ إذا بدك لحم عجل نقانة عندي، عندي فيلي أطيب فيلي بدوق لسانك. فوتي أم الصيف. طبعا مالي متوقع شيء مهم، بس لازم شوف. شرفنا. ممكن تعمل؟ لا لا لا، شكرا شكرا.